مشاهدينا من جديد. كثير من الزوجات والأزواج أيضا يشتكون من فتور العلاقة بينهم، وكيف أن اللهفة التي كانت بينهم في بداية الزواج انتهت. يا ترى إيش هو السبب؟ حنتعرف عليه أكثر مع الدكتور وليد الزهراني، استشاري طبي ومعالج نفسي وأكلينيكي. ومساء الخير يا دكتور. مساء النور، حياك الله دلال. دكتور، يمكن اليوم العالم يعني ممكن يحتفل بيوم الحب وخصصوا له هذا اليوم. يمكن دكتور بعض الأزواج إذا شافوا حلقتنا اليوم يمكن تلتفت على زوجها أو هي تلتفت على زوجها أنك ما صرت تحبني زي زمان. وخلينا نبدأ فقرتنا، لماذا ينتهي الحب يا دكتور؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شوفي، الحب وتعبير عن الحب هو يعتبر مهارة من المهارات اللي يعني نفتقدها احنا كثير في حياتنا، طيب، أو غير موجودة. يعني كيف الإنسان يعبر عن مشاعره، كيف يعبر عن عواطفه، كيف يخلي العلاقة هذه دائمة مستمرة، مش علاقة وقتية وانتهى الموضوع، أو زي ما يصير معنا هنا بين المتزوجين أول ست شهور أول سنة بعد أول مولود تنطفي العلاقة هذه ويصير الحياة روتينية. يعني للأسف ما في عندنا ذيك المهارة في التعبير عن مشاعر الحب، ما في المحافظة على طرق التعبير عن الحب غير موجودة، أو هي موجودة بس على المزاج على قولتهم متى ما جت. اهتمام بالحب نفسه غير موجود أساسا. يعني هي عندنا هنا العلاقة الزوجية علاقة روتينية تعتبر كثير، خلفة، أولاد، بيت، أسرة، بس هذه فكرتها. بس إنه أن أساس الحب في العلاقة الزوجية ممكن نلاحظه في أول الشهور، بعد كذا تنطفي العلاقة. هو بعض المرات دكتور حتى بعد ما ينتهي شهر العسل على طول يبدأ في فتور، يعني ممكن البنت أو الزوجة تقول لزوجها يعني إنه وين إحنا كنا يعني أيام الخطوبة، أو يما لسه ما تزوجنا، يعني كان في مشاعر لهفة وحب، ويمكن كل شيء بحب كان يعبرون عنه. هو أي شيء جديد في حياتك في البداية تحس لهفتك فيه عالية، سواء كان مثلا في مسألة الزواج، أو مثلا تشتري سيارة جديدة، أو وظيفة بداية، أو توظف في وظيفة جديدة، في لهفة في شوق في البداية، عرفتي كيف؟ في شيء جديد عليك. بس بعد كذا تبدأ إيش ينطفي الحاجة هذه، يعني إلين ما ينتهي الشعور هذا. كثير من الأزواج صراحة شوف، جلسنا في العيادة كثير من مشاكل زوجية، نجلس مع أزواج مثلا أو زوجات، طيب نتكلم معهم، طيب إيش اللي مثلا ليش ما تعرف تعبر عن حبك، أو ليش تعبر عن عواطفك؟ الإجابة دائما إنه هذا الشيء ما شفناه في أهالينا، ان هذا الشيء ما تعلمناه، ان هذا الشيء ما نشوفه الا في مسلسلات ونشوفه في افلام. الحياه الواقعيه عنده ما في شيء. يعني انت لما تشوفي مثلا يعني علاقه الحب، مفهوم الحب كمفهوم، طيب لما تشوف مثلا ينشا او متى نشاته بالضبط، متى تكون موجوده من الطفوله، عشان الطفل لما يشوف امه وابوه قدامه في علاقه حب قويه، في مشاعر، في تعبير عن الحب، في حضن، في عواطف، في كلام جيد، يلقط الطفل هنا يكتسب، عرفتي كيف؟ يكتسب، يبدا بعدين هذا الشيء يصير عنده محتوى موجود، يقدر بعدين لما يتزوج يعبر ويطلع في داخله. بس كثير منهم للاسف نلاحظهم انه ما يعرف كيف يعبر اساسا. بعضهم يجي ياخذ دورات خاصه في التعبير عن المشاعر، في التعبير عن الحب، عرفتي؟ مع انه بعض الناس يقول يا اخي ترى اشياء بسيطه واشياء تافهه هذه ما يبغى لها شيء. لا، يبغى لها، لان بعضهم ما يعرف اصلا. طب دكتور، من الناحيه النفسيه، هل التعبير عن الحب يختلف من المراه للرجل؟ كثير. الرجل بطبيعته عقلاني اكثر ما يكون عاطفي، بعكس المراه. المراه عاطفيه بزياده، اوفر يعني، عرفتي كيف؟ اكثر من الرجل بالحد العقلاني. فالرجل تشوف علاقه الحب انه كلام فاضي، وبعضهم يشوف انه ما في داعي طول الوقت، وبعضهم يقول لك لا، متى؟ على حسب المزاج وعلى حسب المود. المراه احتياجها اكثر من الرجل في مشاعر الحب ومشاعر في مشاعر العطاء. طبيعه المراه اصلا طبيعتها عاطفيه وحساسه. ليش الله سبحانه وتعالى اوكل المراه الحمل والولاده والخلفه والرضاع والاشياء هذه كلها؟ طبيعتها كذا، في احساس، في مشاعر بزياده. فالمراه تحتاج، واكثر ما يتعب في الموضوع هذه المراه، عشان عاطفية بطبيعتها، واكثر ما يتعب في الموضوع هذا المراه خاصه. المراه تحتاج احتياج شديد لمشاعر الحب. فاذا لاحظت الاهمال من زوجها وعدم اعطاء، ان الزوج ما قاعد يعطيها مشاعر وما قاعد يعطيها حب وما قاعد يعطيها عواطف، تتاثر العلاقه الزوجيه. الرجل عادي بالنسبه له، يمكن اعطته وما اعطته كلها واحد. تصدق دكتور، يعني حتى في حياتنا العاديه في الحين المسلسلات اللي طالعه كلها فيها حب، والافلام الرومانسيه، فأنا أحس بعض المرات إذا المرأة عندها يعني زي ما تقول جفاف عاطفي، إذا يعني صح تعبيري في هذا الشيء، فتلاقيها تلجأ يمكن حتى ممكن أغنية، رواية، قصة تجلس تقرأ فيها، عشان هي فاقدة الحب والشغف اللي موجود في حياتها الزوجية. وهذا فعلا اللي قاعد يصير أصلا. المرأة تبحث دائما عن التعويض، فإذا ما حصلته في زوجها تقوم تعوض، مثلا تشوف مسلسلات، تشوف أفلام، تشوف أغاني، أو لا قدر الله تتجه اتجاهات خاطئة، مثلا علاقات، هو كل شيء موجود،
مثل العلاقات المحرمه، مثل بعض الاشياء، كثير من النساء اللي خانوا ازواجهم ونلجا لهم في الحقيقه يعني ايش خانهم، ما تبغى مشاعر، تبغى تحط عطمه لقت في زوجها، فاستخدمت التويتر، استخدمت الواتساب، استخدمت وسائل التكنولوجيا، لقت طريق لها انحرافي، وهذا غلط كبير. هذا ما هو مسبب، او ما هو يعني نقول انه ليش انت سويتي كذا عشان كذا كذا، هذا غلط عموما، غلط يعني ما يصلح. يعني لازم العلاقه الزوجيه لها احترامها، لها تقديرها، مهما كان تقصير الزوج، معك الزوج قصر بس ما قم عوض الحاجه هذه بغلط. طيب دكتور، يمكن الحب يكون موجود ما يختلفون عليهم الاثنين، بس اللحفة، احنا حتى بلهجتنا العامية تقول ما صار في لحفة زي ما كان صار. بغض النظر عن الحياة الروتينية دكتور، تبدأ هذه مشاعر بسيطة واللحفة تكون أول بادرة، أو ممكن تقول أنا عارف أنه يحبني بس المشكلة في إحساسي. حتى الرجل ممكن يقول أنا متأكد أنها زوجتي وتحبني وكل شيء، بس ما عم تبين لي هذا الشيء. يعني زي ما قلت لك، طرق التعبير غير موجودة، عرفتي كيف؟ يعني كيف يعبر عن الحب وثقافة الحب، وكيف طرق التعبير والوقت اللي يعبر فيه؟ هذا كل الناس يجهلونه. يعني مو يعني الحب مو باحتياج أي وقت بشبعه ولا أي وقت بعطيه. يعني بعض جاك الزوج مثلا من دوامه طفشان تعبان، هل كان قاعد مع زوجته ما سمعتني كلمة حب؟ طيب الرجال يمكن جوه شوي مقفل، ما يقدر الحين، بس يصبر عليه ينام، يصحى من نومه، آخر الليل يعطيه كلمات حلوة. شوفي، في لما المرأة تطالب بالحب من زوجها، الزوج هنا ترى يعاند. إذا هي تطالب يعني، تطالب يعني، نعم، كلمة زوجها عندون. طب يمكن تبغى تستفزه عاطفيا يا دكتور عشان تطلع المشاعر اللي فيه. استفزاز العاطفي بالطريقة هذه وتلك في راسه أكثر، يقول لك لا بمزاجي أنا. يعني الرجل يعني عنده مشكلة كثير من الرجال، إنه ما يحب إنه أنا طالبيني بالحب ومشاعر الحب، أنا أعطيك إياه على كيفي. ثقافة الذكر كذا وثقافة الرجل كذا، عرفتي كيف؟ المطالبة الزايدة على اللزوم أصلا، يعني كثير من الحريم نشوفهم مثلا يجي في العيادة طالب زوجة أبغاك تحبني أبغاك كذا، يوصل مرحلة من الزوجة تضايق أساسا، أنت 24 ساعة تطلبين، أنت 24 ساعة أنا أعطيك كلمة. طيب هو عنده قدرة وعنده طاقة معينة ما يقدر يطلع عنها، مو طول الوقت كلام الحب أو مطالبة الحب. أوكي، يعني لما أنا أندفع بزيادة في البداية تطفى في الأخير، بس لما أوزع حبي على فترات معينة من وقت للثاني، تعابير بالكلام، تعابير بهدايا بسيطة، عرفتي كيف؟ يعني ممكن وردة وهي أو وردة، أو موقف يا دكتور، مو شرط لا كلام ولا هدايا. يمكن طبيعة الرجل غير معبر دكتور، يمكن المشكلة في فهم المشاعر والمواقف، يمكن موقف بسيط الرجل يسوي يكون هذا أكبر تعبير عن الحب. نعم. يعني والمرأة يمكن سمعية بطبعها، يعني تميل للسمع، يعني يمكن في هذه الفروقات اللي موجودة بين الذكر والأنثى، وهذا لازم يفهمونها. في فرق بين الرجل وبين المرأة في التعبير عن العواطف واكتساب العواطف. طيب الشيء الثاني لازم يفهمون كمان، أن يا أخي شوف، الزوجة ترى من حقها تطلب من زوجها مشاعر الحب، هذا حق من الحقوق، واجب من الواجبات. فعشان كذا كلمة الرجال لازم يعرف، لازم يتعلم أن الحب هذا يعتبر حاجة عند المرأة، حاجة أساسية، وتعبيرك له شيء مطلوب عليك، عرفت كيف؟ بس انه يكون بنظام معين، طريقه معينه، باسلوب معين، ويكون بطريقه جميله في الحياه، مو هو انه على طول على طول على طول مشاعر حب، مشاعر عاطفه، مشاعر حب. في شيء اسمه ملل، او شيء اسمه فتور في العلاقه، في شيء يعني تعرفين لما انا بزياده اقوم، يعني هذا اللي يزيد عن حده ينقلب ضده، يعني زي ما هذا فعليا اللي قاعد يصير معنا احنا. الطلب الزايد والإلحاح الزايد في المشاعر والعطاء الزايد في المشاعر فترة من الوقت، بعد كده يطفى، بعد كده يطفى الواحد. زي مثلا أثناء الخطبة تلقى مشاعره جياشة، والملك تلقى مشاعره جياشة، في أول شهر العسل تلقى مشاعره جياشة، بعد كده بعد ستة شهور سنة أول مولود تبدأ تنطفي العلاقات، تحس سبحان الله كان كل واحد الحين صاروا علاقة أخوة أكثر من علاقة زواج، وهذا فعلا اللي قاعد يحصل معنا. هذه أكبر مشكلة دكتور، مصيبة هذه، ما هي مشكلة. يعني المرأة طبعها تحتاج المشاعر هذه، ما أنا أعطيها 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 وفجأة توقف، كارثة هذه. طب دكتور، أبغى أسمع منك التجارب اللي تتردد عندكم في العيادات، أبغى أعرف منك تجربة ترددت عليك، يعني كانت تعاني من هذا الموضوع. والله تجارب كثيرة مرت علينا، يعني كثير تجارب مرت علينا ومشاكل، والغالبية العظمى دائما المرأة تشتكي أنه محتاجة حب، محتاجة عواطف، وهذا الشيء قاعد يأثر على نفسيتها، في كآبة، بعزلة عن الآخرين، جيها أنواع وأشكال الأفكار الغلط. يعني ممكن تفكر بعض النساء أن زوجها يحب غيرها، أنه خلاص مل منها، طفش منها، ما عاد يبغاها، مع أنه أو تجي لها أفكار أنه ما يحبها، ويمكن في أحد في حياته كمان. هذه من الأشياء اللي ممكن نسمعها في المجتمع، وهذه فعلا الدور في, 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 في فكر الأغلبية من النساء. وهذا فكر غلط، بس ليش ما أفكر أنا أن الرجل هذا ممكن ما عنده، يعني ما عنده في كيف فكرة انه كيف يعطي الحب اساسا، او كيف يعبر عن مشاعره، او كيف يحافظ على العلاقه هذه. يعني كثير من الرجال للاسف عدم قدره على تعبير الحب ناتج من جهل. تعرف دكتور، في دورات كمان كثيره، يعني اكيد في دورات
وفي كتب تتكلم على هذا الشيء وتناول الفروقات والاختلافات في تعبير المشاعر والفكر. نعم انا اقيم هالدورات هذه في العياده، اقيم هالدورات هذه وفعلا في حضور. تركز على ايش دكتور؟ في حضور من الشباب والله قاعد يحضر في هذه، خاصه اللي قبل يتزوجوا يجون يحضروا الدورات هذه، وفعلا اعطيهم تدريبات، اعطيهم اشياء ممتازه وكيف يعبر، حتى بعضهم والله بعد الزواج تلقى هو اصلا يعني ما هو بحال كيف يعطي الزوجته، حس بالتقصير، يعني في رجال يحسوا بالتقصير ترى ما هو بحال كيف يعطي، بعضهم يمكن خجل، بعضهم يفكر يعني عنده افكار غلط، بعض يعني في افكار غلط عند الرجال، بعضهم من الافكار ممكن تدور في رؤوسهم، لا تعطي المراه وجه بزياده تراها. طيب دكتور ايش اهم نصيحه ممكن انت تقدمها للشباب والبنات اللي هم متزوجين او انهم مخطوبين؟ هل يخضعون للدورات او يغيرون اتجاهاتهم وسلوكهم مع هذه الدورات دكتور؟ الدورات هذه ممتازه جدا، وانا انصح فيها والله لاي شخص مقبل على الزواج سواء كان رجل او كان امراه ان يلجا للدورات هذه، انها جدا ممتازه وجدا فعاله. هذا شيء. الشيء الثاني لازم نعرف ان الحب هذا عباره عن احتياج، اوكي؟ سواء كان رجل او سواء كان المراه، لازم كل طرفين يعطي الاخر. اذا كان ما عندك ثقافه في العطاء وما عندك ثقافه في انك كيف تحافظ على حبك، فمش عيب لما تلجا لمستشار اسري او دورات تدريبيه، حتفيدك كثير. انا اقول لك كثير من الناس والله اللي حضروها استفادوا كثير وقاعد يطبقونها في حياتهم. الحب مو هو شيء الزامي، هذا شيء، وله شيء اجباري يجي بطبيعته سجيته. طيب فما لما اطالب بالحب او اطالب هذا الشيء يحسب نفور في العلاقه وبعد بين الزوجين ومشاكل. الدكتور وليد الزهراني الطبيب النفسي والمعالج الاكلينيكي والاسري والزوجي، شكرا لك. الله يحييك. دلالك. أعزائي المشاهدين، يعني الحب يكون جزء من حياتنا، وأكيد لازم نتعود أنه كل شيء نسويه بمحبة سواء للزوج أو غير الزوج كمان. فاصل قصير وبرنامج سيدتي مستمر في فقراته. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، مصممة مجوهرات تبرع في تقديم أكسسوارات عالمية،